بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تخريج الدفعة 157 من معهد ضباط الصف المعلمين دفعة الشهيد الرقيب أحمد محمد عبد العظيم. مشاهدينا الكرام تابعونا ودرع الوطن. الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. الشرف على السلام الوطني. سلام سلام. تحتفل القوات المسلحة اليوم ومعها مصر كلها بتخريج دفعة جديدة من رجال ضباط الصف المعلمين خيرة حماة الوطن. ويشرف الاحتفال بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. نحتفل اليوم بتخريج الدفعة 157 دفعة الشهيد البطل الرقيب أحمد محمد عبد العظيم، والذي استشهد في ساحة النضال دفاعا عن شرف الأمة في 4 فبراير 2016. ويبدأ الاحتفال بالعرض الرياضي والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس. يشق ساحة العرض 1100 مقاتل من طلبة القسم المتوسط يتدفقون كالسيل في قوة وثقة بالنفس لأداء العروض الرياضية، حيث تعتبر اللياقة البدنية الركيزة الأساسية في إعداد مقاتلي ضباط الصف المعلمين، لما لها من تأثير إيجابي لإعداد الفرد المقاتل بدنياً ونفسياً وذهنياً والوصول بهم إلى التميز في الأداء والاحتراف في تنفيذ المهام.
التمرين الأول من المجموعة التكوينية تمرين القوة والرشاقة والتوافق العضلي العصبي. مجموعات من التمرينات الرياضية والإحماء البدني. التمرين الثالث من المجموعة التكوينية الأولى الذي يعمل على تنمية التحمل والرشاقة. تمرينات زوجية لرفع مستوى اللياقة البدنية والتي تعمل على تنمية روح التنافس الشريف بين الطلبة. من يمين ويسار المنصة تتقدم أربع مركبات عليهم مجموعة من الطلبة من أعلى يؤدون تمرين العقلة والضغط بيد واحدة، ومجموعة أخرى تؤدي تمرين البطن من على أجناب المركبة. أمام المنصة مباشرة وعلى الأجناب يتقدم الطلبة المقاتلون حاملين بعض الأجهزة الرياضية للعقلة والضغط والبطن والمتوازي. تدخل الموانع المشتعلة استعداداً لتنفيذ السقطات الأمامية. يمين ويسار المنصة تتقدم مركبتان عليهما مجموعة من مقاتلي معهد ضباط الصف المعلمين يتأهبون للقيام بالقفز من عليها. في المنطقة الخلفية برج ميدان التدريب الجبلي نرى الآن 300 مقاتل من طلبة القسم النهائي سلاح الصاعقة حاصلين على فرقة معلم الصاعقة يؤدون بعض مهارات النزول والتسلق من وإلى المباني المرتفعة والذين تدربوا عليها داخل معهد ضباط الصف المعلمين. يقوم الطلبة الآن بالقفز من الموانع المشتعلة في جرأة واحترافية. كما تنفذ مجموعة أخرى من الطلبة السقطات الأمامية من الموانع المشتعلة في جرأة وفدائية منقطعة النظير. أبناؤك يا مصر هم فخر العسكرية المصرية، رجال معهد ضباط الصف المعلمين آثروا على أنفسهم إلا أن تبقى مصر آمنة مستقرة مهما كلفهم ذلك من تضحيات. رجال الدفعة 157 ضباط احتياط مقاتلين في أبهى صورهم يقدمون أنفسهم إليكم اليوم. مصر يا جنة الدنيا ومعناها من قبل أن تبدأ الأكوان مصراها، الشمس هامتها والمجد قامتها والحق رايتها والعدل سيماها، يا خير أجناد الله في الأرض قاطبة، الله ناصركم الله ناصركم إن تنصروا الله. يتقدم الآن قائد طابور العرض حملة الأعلام، يتقدمهم علم القوات المسلحة رمز عزتها وكرامتها. في المواجهة وعلى جانبي أرض طابور العرض تتقدم الآن مجموعات العرض العسكري لاتخاذ أوضاعها داخل أرض طابور العرض. ها هم رجال معهد ضباط الصف المعلمين، تعلموا فأعطوا، عاهدوا فصدقوا. شعار معهد ضباط الصف المعلمين: إيمان، إيمان، عزم، عزم، فداء، فداء. تمام يا فندم،
العقيد ياسر علي عبادة قائد طابور الأرض. أستاذن في بدء الأرض. تفضل يا فندم. رجالك يا مصر يرفعون هاماتهم أمام مصر كلها، يعلنون وبكل فخر مدى جاهزيتهم لتقديم الغالي والنفيس من أجل رفعة هذا الوطن الغالي مصر. من يسار المنصة يتقدم الآن قائد طابور العرض العسكري، حملة الأعلام، يتقدمهم علم قواتنا المسلحة رمز عزتنا وكرامتنا، فعلم معهد ضباط الصف المعلمين فأعلام كتائب لواء الطلبة. أمام المنصة مجموعات العرض العسكري، بدءا بالمجموعة الأولى صفوف. المجموعة الثانية صفوف. المجموعة الثالثة صفوف. جيش الكرامة عروبتنا تفتديك القلوب. المجموعة الرابعة قوات بحرية. المجموعة الخامسة قوات جوية. المجموعة السادسة قوات جوية. المجموعة السابعة الدفاع الجوي. المجموعة الثامنة حرس الحدود. الشرطة العسكرية. على كل أرض ربنا على المجموعة العاشرة السكرتارية العسكرية. المجموعة الحادية عشر مدرعات. المجموعة الثانية عشر تعيينات. مركبات.
المجموعة الخامسة عشر مركبات. المجموعة السادسة عشر التدريب المهني. المجموعة السابعة عشر التدريب المهني. المجموعة الثامنة عشر التدريب المهني. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قال خير الأنام عنهم خير أجناد الأرض، رجال عقيدتهم النصر أو الشهادة. لوحة ختامية لطلبة معهد ضباط الصف المعلمين تعبر تعبيرا صادقا عن أجيال يحدوها الأمل في تحقيق غد مشرق ترفرف حولنا أرواح شهدائنا، فسلاما على أرواح الشهداء. معهد ضباط الصف المعلمين، سلام الشهيد، سلام سلام. والآن يتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكريم أسرة الشهيد البطل الرقيب أحمد محمد عبد العظيم. لما كان خايف عليها شكر واجب لابن مصر من ولادها واللي فيها حافظ على الأمانة والأمانة ضحى بيها مصر مش هتنسى دوره لما كان خايف تسليم وتسلم القيادة.
لأوامر قادتي، مطيعا لأوامر قادتي، مؤمنا بشعار معاد. إيمان إيمان. عز عز. فدار فدار. رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة لإعلان قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على منح خريج الدفعة 157 ضباط الصف المعلمين دفعة الشهيد رقيب أحمد محمد عبد العظيم الدرجات التالية: درجة العريف مقاتل تحت الاختبار لفئة الكتبة العسكريين، الصفوف، السائقين، المهنيين، الحرفيين، الملتحقين بالإعدادية. درجة الرقيب مقاتل تحت الاختبار لفئة الكتبة الماليين، المهنيين، الملتحقين بالدبلوم. كما صدق السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على منح أوائل الخريجين نقط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة تقديراً لأدائهم واجباتهم بتفان وإخلاص، وهم عريف مقاتل تحت الاختبار هاني رمضان إبراهيم من المشاة، عريف مقاتل تحت الاختبار محمد سامي فهمي من الصفوف المدربين حواسم، عريف مقاتل تحت الاختبار إسماعيل عرفات عبد العاطي من الشرطة العسكرية، عريف مقاتل تحت الاختبار محمد رجب عبد الحميد من القوات البحرية، عريف مقاتل تحت الاختبار محمود حسني فارس من القوات الجوية، عريف مقاتل تحت الاختبار محمد بدوي علي من قوات الدفاع الجوي. يمين الولاء. أقسم بالله العظيم، 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 أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية، أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية، محافظا على أمنها وسلامتها، محافظا على أمنها وسلامتها، حامياً ومدافعاً عنها، حامياً ومدافعاً عنها، في
في البر والبحر والجو، في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، داخل وخارج الجمهورية، مطيعاً للأوامر العسكرية، مطيعاً للأوامر العسكرية، منفذاً لأوامر قادتي، منفذاً لأوامر قادتي، محافظاً على سلاحي، محافظاً على سلاحي، لا أتركه قط، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد، والله على ما أقول شهيد. مع ضباط الصف المعلمين جنبا سلام. اسمحوا لي سيادة الرئيس باسم معهد ضباط الصف المعلمين أن أتشرف بتقديم كتاب الله ليكون خير حافظا لسيادتكم. جمهورية مصر العربية، جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية، جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية، جمهورية مصر العربية. ضباط الصف المعلمين كتفاً.